ما حكم من يقول بجواز الإنقاص من اللحية عند السفر إذا كان يتجه إلى بلد يخشى على نفسه الفتنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أعفوا اللحى. ألا تجوز معصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقص اللحية أو تقصيرها؟ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمؤمن يخشى الله ولا يخشى الناس، ويصبر على ما يناله من الأذى. إن ناله هذا بسبب تمسكه بدينه يصبر على ذلك ولا يتنازل عن شيء من دينه. نعم.